انتهت عملية المسح السياسي التي أجراها المفاد الفرنسي جون إيف لودريون المتابعة لمواقف الفرقاء السياسيين والعسكريين والدينيين اللبنانيين بما خص الملف الرئاسي. أعتقد أنه النقطة الأولى هي بالشكل اللي هو تعيين الوزير لودريون كمفاد خاص لرئيس فرنسي للبنان، هو نوع من معرفة أو إدراك فرنسي أن الضغط الذي كان يقوم به الرئيس الفرنسي من أجل إيصال سليمان الفرنجي الوزير السابق سليمان الفرنجي لرئيس الجمهورية قد لا يكون الخطوة الأفضل لتحقيق أي تقدم في المسار اللبناني، وبالتالي هي أول نقطة بالشكل. بعتقد حسب ما يعني المعلومات اللي من من التقى بلودريون أنه كانت جولة استطلاعية أكثر مبنية كتير على نتائج جلسة 14 حزيران اللي كان واضح فيها أن بكل الضغط اللي عملوا الثنائي وكل لعب سولت فيها ما قدر يوصل لأكثر من 51 صوت لمرشحه، وبالتالي في 77 صوت هو ما قدر يوصل لإلهم، فهو لا بعيد جدا عن عتبة 65 بل مستحيل له، وأكيد المستحيل أكثر أنه يضمن نصاب في أي جلسة. أما الزيارة المقبلة للمفاد الفرنسي فحتما ستكون مفصلية، منتقلا خلالها من مرحلة الاستماع إلى مرحلة الاقتراح. فينتظر لبنان اليوم بكل مكوناته ما الذي سيحمله لودريون في جعبته من جديد. المرحلة الثانية اللي حتكون هي نقل الانطباع عن اللقاءات في لبنان من قبل المفاد إلى الرئاسة الفرنسية إلى الإيزي، حيث لح يكون في عنا proposals احتمالات أو بعض الخيارات أو النقاش الموجودة، وهل الفرنسي سيسعى إلى الذهاب إلى بلان بي أو الخطة باء اللي هي البحث عن مرشح ثالث، هذا احتمال، ولكن حتى الأسماء لم تطرح بعد، في إشكاليات موجودة عند بعض الأسماء المطروحة، كان صديق الوزير السابق زياد بارود أو جنرال عون جوزيف عون قائد الجيش أو اسم آخر قد يطرح في اللحظة الأخيرة. أعتقد أن هذا المسار بدأ ولكنه ليس مسار قصير، يعني لن نتوقع أي نتائج قريبة بالزيارة الثانية اللي هي إن كانت بمنتصف شهر تموز أو فترة لاحقة. بعتقد أن الأمور شوي بعد معلقة، الكل يبحث عن دورك، الكل يبحث عن كيف بده يكون الموقف. الشيء الآخر اللي كان واضح جدا أنه هل يمكن السير بصفقة متكاملة؟ الصفقة المتكاملة لحد هذه اللحظة من بيني، لأن الصفقة المتكاملة ستكون باسم رئيس جمهورية شكل للحكومة ورئيس حكومة. أعتقد أنه نحن بعدنا بعاد عن هذه النقطة. أما الملف الرئاسي بالنسبة للفريقين الرئيسين فيشبه لعبة كسر العظم، مع تمسك الثنائي بمرشحهم سليمان فرنجية والرفض القاطع للمعارضة له. فهل تكون المرحلة المقبلة انفراج أم انفجار يقضي على الوطن ومن فيه؟ التمسك بفرنجي هو قول أنه أنا ما مسلم أوراقي وأنا لست مستعد لتقديم التنازلات بهذه المرحلة. قد يكون هذا موقف استراتيجي وقد ما يكون موقف تكتيكي. إذا كان تكتيكي فهو بانتظار الصفقة الكاملة، وبالتالي تنازل عن فرنجي بده يأخذ مكاسب أخرى فيه، هذا احتمال. واحتمال تاني يكون التمسك واستراتيجي القول انه هذه اخر المعارك الكبرى لحزب الله في لبنان، هو راح على ترسيم والاعتراف بدولة اسرائيل وترسيم الحدود مع اسرائيل، اتوقع ياخذ منها مكاسب ما اخذ، كان في مكسب ايراني نوعا ما بالتسوية في العراق، ولكن لم يكن هناك مكسب لبناني لحزب الله ما قدر يصرفه. وأعتقد أنه بحقيقة الأمر حزب الله لا يعني لا غير معني جدا بالموقف الفرنسي، هو يطمح إلى تفاوض مع الأمريكي وليس مع الفرنسي. التفجير اللي بده يفجر، يعني مثل ما أنه ما في سبب اليوم للتسوية ما في سبب للتفجير، بقاء الوضع على ما هو عليه لا يربك حزب الله اليوم. يعني حزب الله إذا عم نطلع كطائف معارقة في لبنان هو غير متضرر من الفراغ الموجود. يعني الكل يوم ينتظر على رصيف الانتظار لما ستحمله الأيام والمبادرات الدولية من حلول لهذا الوطن، فمتى الرئيس؟